الجو ده حنشوفه عبر الهاتف المرئي مع الباشمهندس محمد احمد. صباح الخير، مدير اداره التوقع بهيئه الارصاد الجوي. باشمهندس اهلا بك، صباح الخير. اسعد الله صباحك، صباح النور. يسعد صباحك. ومن خلال هذه المساحة دارين إفادة نتحدث فيها من خلالك عن الأجواء، عن توقعات الطقس، خصوصا نحن مقبلين على فصل الخريف. شكرا جزيلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عموما نحن دخلنا موسم الامطار، موسم الامطار بفتره من يونيو يوليو اغسطس حتى سبتمبر، هذا الموسم بتاع الامطار. وقبلها كان في الموسم الاصغر من مارس وابريل ومايو. الفتره دي بتتميز، الموسم الاصغر بتتميز بالحراره الشديده وتمتد حتى الموسم الاكبر، واحنا في شهر يونيو. الحراره الشديده ومع بدايه موسم الامطار وتقدم حذاء المطر من الجنوب الى الشمال. عموما الطقس السائد خلال هذه الايام في مناطق شمال البلاد وشرق البلاد حتى وسط البلاد وغرب البلاد، الاجواء المتوقعه دائما متوقعه اجواء حاره جدا نهارا، دافئه ليلا. في مناطق الوسط وجنوب الوسط من البلاد بنتوقع طقس حار نهارا، معتدل ليلا، نتيجة للأمطار اللي تكون هطلت في مناطق الجنوب حسب ما متوقع في هذه الفترة. فهذه الفترة اللي الطقس يتراوح فيها بين الحرارة العالية إلى الاعتدال. أكثر من ذلك، ونحن مقبلين على موسم الأمطار، الموسم الأكبر بالنسبة لنا السودان. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التوقع الموسمي لهذا الموسم الأكبر يونيو يوليو أغسطس سبتمبر لكل السودان ولكل ولاية على حدة. أثر التوقعات في هذه العام 2020 الموسم من يونيو حتى سبتمبر متوقعين أمطار غزيرة، إن شاء الله أمطار غزيرة في معظم ولايات السودان، أمطار غزيرة خاصة حزام الوسط امتدادا من القضارف مرورا بالجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض وانتهاء بشمال وغرب وغرب كردفان ودارفور. نتوقع أمطار غزيرة خالص في المنطقة دي، بينما نتوقع أمطار، ودي أمطار فوق المعدلات الطبيعية عندنا. وبقية أنحاء البلاد برضو نتوقع أمطار فوق المعدلات، لكن هو المستوى زي ما حزام الوسط دي. فعموما إن شاء الله يعني مع تقدم حزام المطر أو الفاصل المداري شمالا نتوقع تقدم الجو المعتدل في السودان إلى أن يصل أقصى مداه في أغسطس في الفترة الجاية إن شاء الله. يعني على هذه الإفادة الباش مهندس محمد أحمد، صباح الخير، مدير إدارة توقع بهيئة الإرصاد الجوي. ويعني هذا الاهتمام الكبير بأحوال الطقس في السودان، بنتمنى يكون خريف أو عام خريف على كل السودانيين بالخير والعافية. شكرا جزيلا.